طواجن المكرونة بتاعت محلات الكشري اللي ريحتها بالجبنة من آخر الشارع، وهقولك ازاي تعمليها بكل سهولة. لو عندك بس كيس مكرونة وربع كيلو من البانيه هتغدي البيت كله، واوعدك انك انت لو جربتيها بطريقتي عمرك ما هتغيريها، وهتبقى هي دايما طريقتك المعتمدة. بس قبل ما نبدأ الوصفة مش عايزاكوا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان دايما توصل لكم كل الوصفات اللي بنزلها. هجيب طاسة واحط فيها معلقتين من الزيت مش اكتر من كده، وهنزل بربع كيلو من البانيه قطعته مكعبات بالشكل ده، وعشان الفراخ ما تنزلش معاك المية بتاعتها ما تقلبهاش خالص، سيبيها بس هي تتشمع وتاخد لون من تحت، تقلبيها على الناحية التانية وترشي عليها رشة من الملح والفلفل الاسود. هشوح في الفراخ شوية لحد ما تدبل معانا وتاخد اللون الدهبي ده، وهضيف لها بصلتين مفرومين فرم متوسط، وهشوح البصل مع الفراخ لحد ما يدبل ولونه يصفر معانا. هضيف له كمان معلقة صغيرة من الثوم المهروس، واشوح الثوم مع الفراخ والبصل، وهبهرهم بمعلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود وثوم وبصل بودر وبابريكا وكركم وكاري وشوية من بهارات الفراخ، واشوح بقى الفراخ كده مع البهارات ريحتها بجد جميلة. وتنزلي عليها بقرنين من الفلفل الحامي والفلفل الرومي، ولو عندك فلفل الوان كمان ممكن تضيفيه، وهضيف لهم معلقتين كبار من الصلصة، وهشوح الفراخ مع كل البهارات والحاجات دي، واغطيها واسيبها بس 5 دقايق على درجة حرارة متوسطة، وكده حشوة الطواجن هتكون جاهزة معانا. وتعالوا بقى نعمل مع بعض الصلصة للطواجن، حاجة كده في منتهى السهولة مش صعبة خالص. هتجيبي حلة وتحطي فيها معلقتين من الزيت، وتنزلي بكيلو الا ربع من عصير الطماطم، والطماطم دي هتضيفيها حسب كمية المكرونة اللي انت هتعمليها، وتحطي لها كوبايتين من المية ومعلقتين كبار من الصلصة، لان احنا عايزين الصلصة تكون معانا خفيفة شوية عشان هي اللي هتسوي المكرونة. وهتبهريها بمعلقة كبيرة من الملح والفلفل الاسود وبابريكا وتوابل فراخ، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. هتضيفي كمان معلقة صغيرة من السكر عشان تعادل الحموضة اللي في الصلصة، وتقلبي البهارات معاها وتسيبيها على النار وتغطيها تغلي بس غلوتين مش اكتر من كده. بعد ما غليت معانا هتنزلي عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المهروس واربع معالق من الخل، وهتشمي ريحة خطيرة للصلصة زي بتاعت محلات الكشري بالظبط. جربيها بس واعمليها بالطريقة دي وهتدعيلي. وبجد صدقيني كل اللي جربها وعملها بالطريقة دي كتبولي في التعليقات ان هي طلعت احلى كمان من بتاعت برة. هتجيبي بقى بعد كده طواجن وتدهنيها كلها زيت عشان لما تيجي تقلبي الطاجن يتقلب معاكي بكل سهولة وما يلزقش معاكي في الارضية. دهنت كده كل الطواجن، وهجيب حشوة الفراخ واحطها في الطواجن كلها وهوزعها كويس واسويها بالمعلقة. الربع كيلو من البانيه عمل معانا 5 طواجن، 3 من الكبار و2 من المتوسطين. جبت هنا كيس مكرونة قلم، وهحط المكرونة نية مش مستوية، وما تخافيش وتقولي ان المكرونة مش هتستوي لان هما بيعملوها في المحلات الكشري بالمكرونة النية. هتحطي المكرونة وتسيبي بس زي عقلة صباع يعني لحد نص الطاجن، علشان المكرونة نية ولسه هتدخل الفرن وهتستوي وحجمها هيتضاعف، فلازم ما تمليش الطاجن معاكي للاخر. حطيت كده المكرونة في كل الطواجن، هنبتدي بقى دلوقتي نحط لها الصلصة، عشان كده قلتلك نخلي الصلصة معانا خفيفة عشان هي اللي هتسوي المكرونة. هحط الصلصة كلها في كل الطواجن، ولازم الصلصة تغطي معاكي المكرونة، يعني المكرونة تبقى متغطية بالصلصة كويس جدا، ما تزوديش الصلصة اكتر من كده عشان ما تعجنش معاكي بالشكل دوت. هجيب ورق الفويل واغطي بيه الطواجن، بس حاولي تغطيها باحكام كويس جدا علشان هي هتستوي معانا على البخار لما ندخلها الفرن. اغطي كل الطواجن بنفس الطريقه، وتعالي بقى اقولك التسويه الصح عشان تطلع معاكي مظبوطه. هتدخليها الفرن على درجه حراره 200 لمده 35 دقيقه على الرف اللي في النص مش اكتر من كده. خلاص كده الطواجن استوت معانا وطلعتها من الفرن.
هشيل بقى من عليها ورق الفويل، بس حاولي تشيليه بالراحة عشان الطواجن بتكون سخنة جدا. شايفين بسم الله ما شاء الله المكرونة مستوية ازاي. بس هغطيها تاني واسيبها 5 دقايق علشان تكمل بقية سواها، ولما نيجي نقلبها نقلبها بكل سهولة. حطيتها كده في الطبق وقلبتها، شايفين بسم الله ما شاء الله المكرونة مستوية ازاي والفراخ كمان. وهفتح كمان معاكو واحد، وكمان لو عايزاه يتقلب معاكي بكل سهولة هتجيبي شوكة وتفرغي كده من الجوانب علشان يتقلب معاكي بسرعة وما يلزقش في أرضية الطاجن. شايفين ما شاء الله الطواجن عاملة ازاي، بجد عايزاكم تجربوها، متأكدة ان هي هتعجبكم جدا. وممكن تعملوها بالسجق او بالكبد والقوانص او باللحمة المفرومة. جربوه، مستنية رأيكم في التعليقات. وصحتين وهنا.